السلام عليكم. هناك ما يحدث في ليبيا يجب أن تنتبه له مصر، ويجب أن يحذر منه الجميع. بس قبل ما أقول لك اللي بيحصل والتطورات الجديدة واللي جايبينها لك بشكل عاجل، عايز أسأل كام سؤال مهمين. هل الثروات اللي ربنا منحها للعرب وموجودة في أراضيهم اتحولت لنقمة بدل ما تكون نعمة ليهم ولشعوبهم؟ وليه ليبيا هي أكتر نموذج على تحول النعمة لنقمة؟ وإيه هو سر التحركات حكومة غرب ليبيا واستخدامها المرتزقة من أمريكا المرة دي؟ ده الجديد. وهل ممكن تكون كلمة السر في حل الأزمة الليبية هو وجود أو رجوع السيف القذافي اللي بيرجع بدعم مصري، وليه مصر بتدعمه خصوصا بعد التصالح مع تركيا؟ وإيه هو دور روسيا الغامض في ليبيا واللي مخلي أوروبا وأمريكا واقفة على أطراف أصابعها؟ ومين هي الدولة الخليجية اللي بتراهن على استمرار الأوضاع زي ما هي في ليبيا؟ حضر بقى 50 شاي معتبرة ليبي، عشان النهاردة حلقة عبارة عن خليط اقتصاد في السياسة اللي هما في الأصل وجهين لنفس العملة. معايا أنا محمد أبو حصي، جاي دردش معاك اقتصاد في 50 اقتصاد. النهاردة معانا رأي جديد في 50 اقتصاد. ناس كتير مهتمة بالبزنس ومجال المال والأعمال، ناس كتير بقت رافضة فكرة الوظيفة وبقت بتنطلق ناحية إنها تأسس بزنس خاص بيها وتستهدف أسواق فيها حوافز استثمارية. الحافز الاستثماري حياة المستثمر. منطقة الشرق الأوسط بقى أصبحت بالفعل أهم سوق بيدي حوافز، وهنا تيجي أول خطوة في عالم البزنس، إنك تأسس شركة. لو بقى عايز تأسس شركة أو لو عندك شركة وعايز تتوسع بيها سواء بقى الإمارات أو السعودية وتستثمر هناك وتيجي تستفيد أو تروح تستفيد من المميزات هناك، سواء الموقع الجغرافي للإمارات وتسهيلاتها أو الطفرة الاقتصادية بالسعودية وتسهيلاتها، هتلاقي مشكلة كبيرة قوي تواجهها. إيه هي المشكلة بقى في السوق الإماراتي والسعودي؟ إن أي حد بيحاول يأسس هناك شركة دايما بيشتكي من ضياع الوقت والفلوس في الإجراءات وما بتبقاش مظبوطة قوي، سواء حاول بنفسه أو مع شركة تانية. ده غير مشاكل فتح الحساب البنكي لشركتك وتعقيداته. هنا يجي دور رأي حلقة النهاردة بتاعنا، هو شركة أبشر اللي وظيفتها إنها تسهل رحلة أي مستثمر عايز يأسس شركة أو يتوسع في الإمارات أو في السعودية. أبشر أسست أكتر من 3000 شركة حاصلين على أكتر من 100 تقييم 5 نجوم على جوجل. أبشر عندهم خبرات واسعة بقوانين ولوائح الأعمال، هيأسسوا ليك شركة بسلاسة وسهولة بدون أي تأخير، وهيكون عندك سجل تجاري وإقامة وبتضمن حساب بنكي لشركتك بدون أي تضييع للوقت أو حتى رسوم مخفية. والفترة محدودة، بيقدموا استشارات مجانية، بيشرحوا لك الإجراءات كاملة والخيارات المتاحة في التأسيس، وبيجاوبوا على أسئلتك. وهسيب لي في الديسكريبشن أو وصف الفيديو لينك حجز الاستشارة ولينكات الويب سايت والسوشيال ميديا بتاعتهم لو عايز تستعين بيهم أو تاخد فكرة شوف الناس دي بتعمل ايه. في البداية خلينا نبص على كل الدول اللي حوالينا. هنلاقي بسم الله ما شاء الله صراعات وحروب. ممكن نقول عليها انها صراعات مفتعلة وبتغذيها قوة خارجية عايزة تستولي على ثروات الدول دي. وزي ما حضراتكم عارفين ان من ساعة ثروات او ثورات الربيع العربي شفنا سقوط 4 دول عربية في حوالي 6 شهور. وده يخلينا نؤمن بان الحكاية حصلت بشكل مش طبيعي، وخصوصا ان الدول دي عندها جيوش قادرة تقول أو تقدر تقول عليها إنها جيوش قوية قادرة تحميها، زي العراق، سوريا، وأخيرا ليبيا، وطبعا اللي حصل في اليمن، اللي بتعتبر على رأس أولويات وأجندة دول المنطقة، وخصوصا مصر بسبب الحدود المشتركة وعشان القضايا الاقتصادية والأمنية اللي بتجمع البلدين. تخيل حضرتك إن ليبيا كان فيها 2 مليون مصري كعمالة ومهاجرين لغاية سنة 2011، ورغم كل اللي حصل فالعدد ده وصل لحوالي 500 ألف عامل مصري موجودين في ليبيا، وده برضو رقم كبير مش من الممكن اننا نتجاهله. ومن ناحية تانية، فالتهديدات الأمنية والإرهابية اللي كانت بتيجي من الناحية الغربية كلفت مصر الثمن غالي. لكن ممكن تقول ان الأضواء انحصرت شوية عن القضية الليبية بسبب الحرب في السودان ومن بعدها ما يحدث في قطاع غزة. من ساعات خرجت علينا صحيفة الاندبندنت في نسختها العربية بتقرير بتعتبره مفاجأة عن عودة السيف القذافي للمشهد السياسي في ليبيا بدعم مصر. الحقيقة سكت وفكرت وسألت نفسي، هي ليه الدنيا من حوالينا عمالة تتشقلب من السودان لغزة ليبيا تاني منطقة البحر الأحمر لخلاف تركيا ليه لآخره؟ ومع بحث بقى فريق عمل 50 اقتصاد جبنا لكم حقيقة وخلفية للي بيتحضر دلوقتي في المطبخ الليبي.
فاكرين المشاكل اللي حصلت في انتخابات ليبيا التشريعية والرئاسية سنة 2021 لما سيف القذافي أعلن ترشحه كرئيس لليبيا وبعدين قالوا لا لأنه كان متحكم في جرائم حرب واتسجن فعلا كذا سنة، وبعدين خرج وقدم زي طلب للمحكمة الدستورية ووافقوا على ترشحه، وجات مندوبة الأمم المتحدة ساعتها افتعلت المشاكل عشان توقف الانتخابات لأن حكومة عبد الحميد الدبيبة اللي هي انتهت مدتها من ساعتها ومستمرة حتى الآن كانت مهددة بالزوال، ودي حكومة بتحميها الولايات المتحدة الأمريكية وكمان أوروبا بالعربي وبشكل غير معلن عشان يحققوا مصالح بشكل غير شرعي ويبيعوا النفط الليبي برخص التراب وبشكل مهرب. ومن قبل الدبيبة مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي اللي متصور وهو بيحتفل مع الرئيس الفرنسي ساركوزي وديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا وقتها أو وقت سقوط القذافي كان بيحتفل معهم. من ساعتها تقدر تقول ان ليبيا بقت بير بيغرف منه الغرب ما بين الاموال الليبيه المجمده في بنوك اوروبا واللي اتكلمنا عنها هنا واللي بتقدر باكثر من 200 مليار دولار وما بين النفط المنهوب وتقسيم غاز المتوسط اللي من حق الشعب الليبي فعليا. حضرتك الدليل على كلامي الصور اللي اتنشرت على صفحات ومواقع امريكيه واوروبيه بعد انكشاف تمويل نظام القذافي المستتر لحمله ساركوزي الانتخابيه قبل الثوره مباشره واللي اتحكم فيها الرئيس الفرنسي الاسبق وبيقضي حاليا العقوبه بتاعته في البيت بنظام الاقامه الجبريه ودفع غرامه. طيب الخلفية دي أنا بقولها لحضرتك عشان تبقى فاهم كويس أبعاد المؤامرة اللي بتتعمل أو تعملت ضد ليبيا وأهلها واللي تمت بتخطيط وقيادة هيلاري كلينتون مع قوات تحالف أو حلف الناتو. وخليني أقولك إن الخطة دي تمت بتمويل من دولة عربية أسيوية. بس السؤال هنا بقى ليبيا هتفضل كده لحد إمتى؟ خاصة وإننا هنا في مصر لازم نقفل الجبهة دي قبل ما تجيب علينا مصايب احنا في غنى عنها، ده غير اهميه التكامل الاقتصادي بين ليبيا ومصر سواء على مستوى ملفات غاز المتوسط او العماله بتاعتنا اللي هناك، وطبعا قضيه الهجره غير الشرعيه من على شواطئ ليبيا واللي مصر فتحت فيها ملف ضخم مع دول الاتحاد الاوروبي، ده غير تورطه اعاده الاعمار اللي مصر قايمه بجزء ضخم جدا فيها. اما بقى من ساعات طلع تقرير مهم جدا نشرته صحيفه الاوبسيرفر عن مصادر مطلع قالت ان القاهرة ادت الضوء الاخضر لسيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية. فيا ترى القاهرة عملت كده دلوقتي فعلا عشان تحل ملفها او ملفاتها المتعلقة هناك الوقفة وانها شايفة انه على الاقل الافضل او اللي ممكن تثق فيه دلوقتي وفي المرحلة الجاية هو سيف القذافي ولا ايه الوضع بالظبط؟ شفنا من شهرين رئيس الوزراء الإيطالية ميلوني لما راحت وقعت مع حكومة عبد الحميد الدبيبة اتفاقية ب 8 مليار دولار هتدخل أو هتدخل فيها شركة إين الإيطالية وتاخد امتياز حقلين غاز لمدة 25 سنة بينتجوا 800 مليون قدم مكعب يوميا. وده اللي بيحصل في الوقت اللي بيواجه الدبيبة اعتراضات من رئيس البنك المركزي محافظ البنك المركزي الليبي على سوء ادارته لاموال الاستثمارات في النفط والغاز وتبادل الاتهامات، يعني في قلق كبير بخصوص الفلوس واهم الموارد اللي في ليبيا، خاصه وان في اوراق خرجت من الحكومه في ليبيا ما كانتش او مكنت بعض الشركات الاوروبيه وخصوصا البلجيكيه والفرنسيه من انهم يحطوا ايدهم على جزء من اموال ليبيا المجمده، ودي مشكله ثانيه. كل ده بيحصل في الوقت اللي بيهدد فيه سيف القذافي بنشر أدلة وأوراق على دعم فرنسا حاليا للعمليات الإرهابية المسلحة في ليبيا بهدف الاستيلاء على النفط والغاز المعربين، وكمان في مشاريع من تحت الترابيزة بتنفذها فرنسا عشان تعمل مزارع ضخمة جنوب شرق ليبيا بمساحات بتوصل لحوالي مليون فدان، وده لضمان الأمن الغذائي للفرنسيين والأوروبيين. لكن المفاجأة إن مع التحركات المصرية والعلاقات مع فرنسا ممكن باريس تقف وراء رجوع سيف القذافي للمشهد تاني بالتنسيق مع القاهرة. طيب دي نقطة، لكن من ناحية تانية كلنا شفنا عملية ترحيل 15 ألف مصري من العمالة بحجة إنهم دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني وغير شرعي بادعاء إنهم مصابين بأمراض معدية زي الالتهاب الكبد الوبائي والإيدز وغيرها. كان الخبر ده كان اتنشر الأيام اللي فاتت وإحنا قلناه حتى في لايف من لايفات، وده بتعتبره تشويه للمصريين أو العمالة المصرية لأن منظمة الصحة العالمية احتفلت معانا بخلو مصر من الالتهاب الكبدي من كام سنة قريب، وموضوع الإيدز ده عمره ما طلع أو يتقال علينا غير ساعتها. طيب أمال إيه اللي حصل؟ بعدها دخلت معاهم منظمة الهجرة الدولية على الخط وقالت إن المصريين بيشكلوا حوالي 25% من المهاجرين غير الشرعيين، وصل إيطاليا حوالي 20 ألف مصري بشكل غير شرعي عن طريق ليبيا من بين 104 ألف مهاجر في 2022. طب ايه السر
في الحملة دي على مصر. الحكاية إنه بعد الثورة على الرئيس معمر القذافي، مصر لقيت تركيا داخلة تدعم حكومة الدبيبة، وبعتت ميليشيات على ليبيا بالاتفاق والتنسيق مع أمريكا وإيطاليا، وابتدوا يقسموا الغنائم بينهم وبين بعض في الغرب والجنوب. وده جه في الوقت اللي اكتشفت في مصر حقل زهر، فعملنا ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان بعد ما تركيا مدت رجليها وبقت تستولي على جزء من الغاز ده، وعملنا منتدى شرق المتوسط للغاز واستبعدنا منه ليبيا وتركيا. وهنا حس أردوغان ان التورته هتفوته، وحاولت تركيا اكتر من مره خلال الفتره من 2015 لحد 2020 انها تفرض نفسها على مصر، لحد ما تاكدت انقره ان سكه العافيه والعند مع القاهره مش هتجيب نتيجه. فاردوغان قام بتغيير استراتيجيته بالتدريج لحد ما رجعت العلاقات او مرجعت العلاقات ما بين مصر وتركيا، ولحد ما جاء عندنا في يناير اللي فات وعمل 17 اتفاقيه لزياده حجم الاستثمارات التركيه في مصر. خد بالك الرئيس السيسي هيزورهم خلال اسبوع على ما اعتقد، ده غير الاتفاق على ان تركيا يبقى ليها مناطق لوجستية وصناعية ونزود حجم التجارة بيننا وبينهم اللي وصل لحوالي دلوقتي 7.7 مليار دولار، ونهدي النفوس عشان نشوف اللي جاي. طبعا التقارب ده ما عجبش حلفاء تركيا القدام، خاصة وان ليبيا متقسمة 4 اجزاء. الناحية الشرقية اللي فيها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، اللي بقى عليه علامات استفهام كتير قوي بخصوص تعاونه مع دولة خليجية معينة مش هنقول اسمها في عملية الاستيلاء على الذهب السوداني ودعم قوات الدعم السريع اللي هي طبعا تبع حميدتي. وخلينا اقولك ان حفتر خد انذار مصري شديد اللهجة في الايام اللي فاتت بخصوص تدخله في الملف السوداني لحساب الدولة الخليجية. الدبيبة دلوقتي بعد دخل قوات أمريكية من النوع ده، لكن من باب خلفي عن طريق شركة أمن خاصة تحت رعاية البنتاغون، بحجة أنهم بيدربوا الشباب ويبقوا أو يبقوا زي جيش نظامي يقف قدام الجيش الرسمي للبلاد في الشرق برئاسة خليفة حفتر، اللي استعان هو كمان بقوات فاغنر الروسية. أما ثالث ضلع في القضية الليبية فهو سيف القذافي اللي دعمته القوات المسلحة في مدينة الزندان اللي كانت محبوس أو اللي كان محبوس فيه، وده رغم انها كانت اول الداعمين لسقوط نظام والده معمر القذافي، لكن بعد الخراب اللي حصل في ليبيا رجعوا وقفوا ورا سيف القذافي على امل تحسين الاوضاع. ومن المتوقع انه ينضم ليهم قوات من الجنوب اللي اعلنت عن رغبتها في توحيد ليبيا تحت رايه سيف القذافي. اللواء الروسي من المفترض انه يبدا عمله في يوليو 2024. خلال ايام سيف القذافي بدا في طرح نفسه على المسرح السياسي الليبي، ومصر وتركيا رجعوا أو رجعوا المية المجاري، وبدأت مصر اتصالاتها بقبرص واليونان عشان تتوسط لتحسين العلاقات مع تركيا ويوصلوا لاتفاق بشأن ترسيم واحترام الحدود لأبار الغاز في المتوسط. من ناحية تانية يكون عودة سيف القذافي وراه سند كبير مصري، بحيث أنه يقوم بمجموعة من الأدوار منها عودة الاستقرار ليبيا إذا نجح في الانتخابات اللي أكيد هيسندوا فيها أكتر من طرف، ومن جهة تانية بأنها تتقفل البوابة الخلفية للسودان وتهريب الذهب ومحاولة إيجاد صيغة للتفاهم ووقف أعمال الحرب في السودان وضمان لعودة العمالة المصرية عبر كيان منظم موثوق فيه بالنسبة للقاهرة، وده طبعا بيساهم في حل مشكلات البطالة وتفعيل الاتفاقيات اللي بيننا وبينهم اللي عملتها مصر مع ليبيا في 2017، وتم إقرار حد أدنى لأجور المصريين وقتها 1200 ريال ليبي مع الزيادة المستمرة ومرتبات أعلى للأطباء وكادر التدريس والجامعة وغيره، بالإضافة لتفعيل طول مصر في إعادة الإعمار وعمل مشروعات البنية التحتية ومؤسسات التعليم والصحة عبر الهيئة العربية للتصنيع وشركات البناء والتشييد واتحاد المقاولين والعاملين في البناء الأفارقة. طيب خد بالك ان إعادة بناء ليبيا بتتقدر بحوالي 500 مليار لتريليون دولار، وهيتم ضخ اموال الاعمار على شكل اقساط او دفعها على شكل اقساط شهرية او سنوية للشركات والجهات اللي هتقوم بالتنفيذ. وهنا مصر تعمدت انها تعمل الاتفاقية دي مع ليبيا عشان تبقى بوابة رسمية لارسال العمالة المصرية والشركات المصرية هناك بدون اي ادعاء بانها غير شرعية عبر وزارة القوى العاملة، وزارة الصناعة، وزارة الاسكان، حكومة المصرية. يعني اللي نقدر نفهمه من الموضوع ان مصر لعبتها صح واصطادت عصافير كتير بحجر واحد من خلال اتفاقات والمساندة اللي قد تكون خفية عشان تضمن حاكم أمين ومخلص على مقدرات الشعب الليبي وتقدر تثق فيه ويبقى حريص على أمننا القومي من ناحية الغربية، وفي نفس الوقت رجعنا المية المجاريها مع تركيا عشان أردوغان يفهم إنه مطلوب منه
يغير الأدوار اللي كان بيلعبها في المنطقة زمان قبل نجاحه في الانتخابات الأخيرة، لأن قواعد اللعبة اتغيرت ودخلت معانا مستجدات زي حرب السودان وغزة على الخط. ومش من مصلحته أن يعادي أي دولة من الاتحاد الأوروبي وأولهم اليونان وقبرص بسبب أزمة ترسيم الحدود البحرية اللي مصر وحدها تقدر تحلها ليه وتتوسط ليه فيها. من ناحية تانية ما يخسرش وجود انضمامه لمنطقة أو لمنتدى شرق المتوسط الغاز ويخسر المميزات اللي فيه، بمعنى أن قبرص بدأت تصدر الغاز من حقل أفروديت في الشرق المتوسط عبر مصر اللي بتقوم بتسييره في دمياط، كمان بتقوم بنفس العمليات الغاز الإسرائيل اللي هي برضه عضو في منتدى غاز شرق المتوسط. يعني بالبلد تركيا وأردوغان يقول ليه يفوتنا الخير ده كله؟ الطيب أحسن. الخلاصة ما ينفعش تدور على مصالحك الاقتصادية بعيد عن مخططات سياسية مدروسة. والموضوع عامل زي لعبة الشطرنج، كل خطوة بتاخدها بتلاقي قصادها خطوة مضادة. وعادي جدا في العلاقات الدولية نكون حلفاء لدولة في قضية وخصوم لنفس الدولة في قضية تانية، لأنه في عالم السياسة والاقتصاد المصالح بتجمع الكل، الفاسد الطالح ومعاه الصالح. أشوفكم على خير.